ايه اكتر نصيحه دايما والدك بينصحك بيها في شغلك؟ هو دايما بيقول لي، لان انا شخصيه يعني مشاعري بتتحكم فيا زياده شويه، فببقى يعني خلاص عملت مثلا دور والحمد لله عجب الناس، فانا عايز ادخل في اللي بعده واللي بعده، عايز اعمل واعمل واعمل، وعايز اعمل يعني ما بحبش اقعد ما بعملش حاجه. بيقول لك فبيقول لي اهدى، بيقول لي لازم تهدى، بيقول لي انت لسه صغير، انت لسه إيه، قال لي اللي انت بتعمله ده هيضرك انت لسه، بيقول لي لسه قدامك، وما ينفعش كل حاجه تاخدها على اعصابك. يعني انا مثلا لو عملت مشهد مثلا حلو قوي ولقيته اتشال مثلا، فممكن اكتئب، تزعل. يقول لي مش كل حاجه على اعصابك، مش كل حاجه ده في الحياه عامه وفي الشغلانه دي بالذات، لان الشغلانه دي للاسف فيها صدمات كتيره. في واحد ممكن يبقى مقصر الدنيا ويقعد في البيت، وفجاه يقعد في البيت ويرجع يعمل اكنه بيبتدي من الاول. ففيها ده كتير، فلازم الواحد يبقى هادي وصدره رحب وبيستوعب ده. يعني بتتاثر بالسوشيال ميديا؟ بما انك بتقول انا لما بشوف ان في مشاهد بتتشال ليا وبكتئب، فواضح يعني ان انت يعني متابع. هقول لك اللي بيأثرني، اللي بيأثر عليا في السوشيال ميديا، انا لا التريقة ولا الشتيمة اللي بلاها، انا كل ده ولا بيفرقني تماما، ده انا ما بسمعوش اصلا. انا بتأثر لما ابقى عامل مشهد والاقيه مش عاجب الناس، وناس بتتكلم بجد، يعني ناس فاهمه هي بتقولي، فده بيضايقني ان ناس بتعرف تقيم قيمه ان المشهد مش حلو، فده بيضايقني، مش بيضايقني منهم، ده بيضايقني من نفسي. انما لو واحد بيتكلم اي كلام كده خاص ولا بتاثر. يعني انا مثلا انا اول حاجه عملتها نصيبي اسمتك، فلما كنت نزل لي صوره في احد المواقع، يعني حفيد محمود ياسين لاول مره، ما كانش لسه المسلسل نزل، يعني ده قبل المسلسل، راح واحد دخل كتب ولا بيعرف يمثل، طب انت شفتني فين؟ ده ابويا لسه ما شافهوش. بسم الله الرحمن الرحيم كده، انت مش انت عرفت منين؟ ايوه، في ناس بتحب تحبط طبعا، فانا دول بجد فعلا ما بيفرقوليش تماما، وانا دول عامل حسابي عليهم. طبعا انا الحمد لله، الحمد لله لغايه دلوقتي ما حصليش ان الناس تنمرت عليا بطريقه تضايق، فانا ما اقدرش اقول لك لا، انا التنمر ما بيفرقش معايا. وعلى فكره لو تنمروا انت كده شخص ناجح، ان انت اصلا اون سبوت، ان هم حتى لو بكومنتس نيجاتيف. بس يعني لازم، ما هم بيتعاملوا مع الفنان ان هو مش انسان بلحم ودم زينا زيكم، يعني احنا بنزعل وبنتضايق وبنكتئب، وعندنا اهل وعندنا اصحاب، وفي ناس متجوزه ومخلفه طبعا. يعني انا دلوقتي لو انا مخلف مثلا ابني وبنتي يشوفني بنتي وابني يدخلوا يشوفوني بتشتم، انت استفدت ايه؟ وانت في الحاله وشفتني مش هتشتمني، يعني هاجي اتصور معاك. طب ايه الفكره؟ يعني انت ليه بتعمل كده؟ يعني هم بينسوا ان احنا بشر، كلنا بشر. هو نفسه لو انا كلمته بنفس الطريقه دي او هاجمته في شغله هيتاثر، هيتضايق. فانت مستفيد ايه؟ يعني انت لا مستفيد حاجه، ولا دي جمدان ولا اي حاجه، ولا هيغير فيا انا كفنان حاجه اصلا. انا على فكره ما عنديش مشكله يكون هو مش حاببني، بس يقول لي على فكره انا ما بحبكش، ما هتقبلها. ما بيحبكش، ما بيتفرجش عليك وما يعلقش. حتى لو عايز يعلق ويطلع شعوره قول لي، بس انت بتشتم وتقل ادبك، مش استفدت ايه؟ ما ولا حاجه ولا حاجه. وفي في ناس بجد ده بيموتها.